ياما انت رايحه فين؟ رايحه حالا بيه. فين؟ يا هوي اسعدي اتفضل. ما قلت من هنا ورايح ماليش شغلانه الا البير، عايز اشوف ازاي البير بياخد ولا بيدي. لكن ما صدق زي الناس كلها ما هي مصدقه. اما هي خايفه؟ ما عادش في حاجه يتخاف عليها. طب علشان خاطر ما تسمعيش كلام الفلاف. بوادي عايزه تعرف وتصدق زي الناس كلها ما هي مصدقه. ياما عقلي علشان خاطر بنتك نعمه. وانا عاد فيا عقل اللي عارف كل حاجه، البلد كلتها بتقول عليه مجنون والتاني تتراصه عشان لقمة العيش، والبلد كلتها معلقة ذنب أخوكي في رقبة البير، والزمن واقف والدنيا سايرة وكلها أيام، وحق أخوكي حيتنسي واللي حصل، وأقعد أنا بحسرته وصد صورته وصد حاجات فرحه. لا عايز أرتاح وأشوف البير إزاي بياخد ولا بيدي، والا كل البلد تعرف ان البير مظلوم من حق اخوكي. اما عشان خاطر انا اوعي من سكتي. يا لهوي امي رايحه عند البير. يا مصدق يا لهوي يا مصدق يا لهوي. طيب الحقيني يا ست عالية. مالك يا نعمه؟ امي يا ست عالية راحت عند البير. بير ليه دلوقتي؟ عايزه تعرف ازاي بيخطف وازاي غدر باخويا زيد. وده كلام يا نعمه؟ تروح برجليها هناك بالليل في الضلمه دي؟ اعملي معروف يا ست علي، شوفي لي شماندي يروح يلحقها ويرجع بيها. شماندي مش موجود يا بنتي من يوم ربنا ما اختار زين، وهو مش طايق قعدته في الدار، حتى يكون فين دلوقتي مش عارفه. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اسيب امي كده؟ استني يا بنتي رايحه فين؟ رايحه اشوف عم بكر ولا عم الفلاف يروح يلحقوها. امال العبد فين؟ لسه ما رجعش من الارض يا اخوي. مالها مبروك؟ حق ليها بكلمتين هديها وليلها. العمده هيعتبر ان اللي اتقال ده ما اتقالش وكانه ما سمعوش. هي عايزه ايه يا اخوي؟ الحقها الارض والبير كلام كبير. لا وحسابها تقيل قوي بس مش وقته. طب اهدى كده يا اخوي. وايه ليا كلام معاه؟ كفايه عليها بشكل البلد وبلاويها. قولي لها الكلام ده ما يتقالش تاني، والسيره دي ما تجيش تبقى تاني على لسانها، واللي في دماغ العمده هو اللي هيمشي. طيب يا اخويا طيب. كله بالصبر يبون. يعني انت غايب عن اختك مبروكي ما هي طول عمرك تطلع وتنزل على ما فيش. خلاص انت مالكش صالح بيها، اني ليا كلام معاه. بقول ايه يا عمده؟ ايه؟ انا عايزه اروح للبير. وقت ده يا ملغاية مش عارفه ليه يا اخوي، نفسي مشتاقه للادي قوي، اني اروح ادعي ربنا انه يكرمني. انت رحت قبل كده كتير والبطن لسه فاضي وملغاية ما خلفتش الولد، مش كده؟ ولا انت عايز ملغاية تفضل طول عمرها بطنها ما تشيلش ويفضل الغايب طول عمره غايب؟ وبعدها لك هم الغايب، وبعدها لك يعني مخ وار من كلام مبروك. انسى يا اخويا مبروكه دلوقتي، انسى مبروكه. اقول ايه يا عمتي؟ انا يا اخويا نفسي مش تعرف للبير، نفسي ادعي ربنا انه يكرمني والبطن تشيل والدوار يتملي صراخ العيل. عارف يعني ايه الدوار يتملي صراخ العيل؟ عمتي العمر بيولي من بين ايديني، ولا ما انتش عايز؟ كلامي ده مول غايب. انا مش عايز، انا مش تاكل اكتر منك. هي شو قال عم ده يبقى قلت روحه كده زي البذره النشفه لا قدر ولا فرع. لا عايز. مين هيتولى الارض بعدي ولا يقعد على الكرسي ولا اخلي باله من مالي الا نفسي؟ نفسي اسمع صرخه العيل وهي بتجلجل في الدوار. مين هيقول لي يا ابا؟ مين هيقول لي يا امي؟
يبقى خلاص سيبنا راحة البير. ام الغايب بلد اللي عندي كلامها كتير قوي. هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه في البلد؟ هيقولوا ام الغايب راحت تدعي ربها عند البير نفسها في عيل. كل البلد عارف، كل البلد عارف ان ام الغايب نفسها في عيل عشان خاطري، عشان خاطري اخوي، عشان خاطري اخوي. مش هعوض، مش هعوض. عايزه اصدق البير ازاي بيخطف زي الناس كلها ما هي مصدقه؟ يكون في عوني ابنها اللي حيلتها. عايزه اصدق البير ازاي بيخطف؟ هتتجنن يا نار. خافي على نفسك يا ست بوادي. البير بيخطف ولا البير مظلوم؟ ولا جوازه ولا عروسه؟ جرجره قدمك ليد اخوها. عايزه اعرف مين غدر بيك يا نضري؟ مين اللي غدر بيك؟ يا عيني هتتجنن يا نار. يا حرام. يا عمدي موضوع مبروكه ده انا اتصرف فيه. لا اوعك، لكش صالح من مبروك، انا الكبير، انا العمدة، وحسابها يبقى معايا انا. الكلام لو تعاد تاني هيبقى صعب قوي يا عبد. قولوا يا اولاد. طيب انا جاي اهو. العمدة يا راجل. شغل. طب يلا غير هدومك عشان تاكل معانا. مش جعان. ايه؟ ده انت شغال طول الليل والنهار كمان. ايام وتعدي. يا اختي انت جاي من الشغل عمال تنقطنا بالكلام ليه يا راجل؟ فين ايه؟ اول مرة في حياتي احس فيها انني صغير.
الحقوا يا اولاد، ابوكوا اتجنن. انا اول واحد من اللي ضيعوا حق زين، اول واحد من اللي غدروا بيه. راجع لي من شغلك بزين يا بك. كل خطوه خطيتها النهارده في ارض العمده كنت بدوس فيها على شويه من حقه. كل حبه قضيتهم مع العمده كنت بضيع فيها حبه من عمر زين. كنت حاسس وانا جاي في السكه ان الناس كلها بتشاور عليا، بتقول الراجل الجبان اهو. طب اسكت اسكت، لا يكون حد من حدا العمده. اسكت يا ترى، مين اللي عزك السعاده دي السريارات؟ طيب طيب، عم بر فيه الحق يا بك. خير فيه؟ فين اخت زين؟ الحقني يا عم بك، امي سابت الدار وراحت عند البيت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش مرتاح. الحقني يا عم بك. طب روحي انت وانا هروح لها حدا كبير وهروح لكم على طول. روح. حاضر. رايح فين يا بك؟ هروح للست بوادي حدا كبير. لو تجيبها ولا لو تشعللها بينك وبين العمده. معقول يعني هسيب ام زين كده؟ اقعد يا بك، بوادي عارفه سكتها كويس، مروحك ليها معناته انك خايف عليها. مش كده مش كده يا امينة، هو حرام ان حد يخاف على حد في الزمان ده؟ يبقى خاف على نفسك وعلى اولادك، فاهم يا بك؟ هو ده اللي مش حرام، ما حد من اهلها يروح يشوفها يا راجل. ما بنتها كانت حدانا هنا وبتستغاث بينا. روح يا اخويا اجري وراها، وخلي غفر العمده يشوفوك وانت بتجري وراها. بانك مش هتهمد الا ان ضيعت اللي ورانا واللي قدامنا، وبانها هترسي على وقفه العمده في وشك. يا امينة حرام عليكي، ما تخلينيش احس ان انا جبان وعديم المروه. اطلع يا اخويا وري شهامتك للخلق كله، بس ما تنساش ان كلهم هييجوا يتفرجوا على الخيبه اللي هنتحط فيها. عايزه الولد يا ام الغايب. بسم الله الرحمن الرحيم. خبطي اياه. بتعملي ايه هنا يا بواد؟ عايزه اشوف البير بياخد ولا بيدي. عايزه الولد يا ام الغايب. بوادي كان عندها ولد واتغدر بيه، وام الغايب جايه تدعي لاجل الغايب. عايزه اعرف البير بياخد ولا بيدي. تعالي معايا يا بواد. عايزة اشوف البير بياخد ولا بيدي. قلتلك تعالي معايا. اياك خايفة عليا لحد يغدر بيا نار اخرى. كلام ايه دي؟ قولي اتجننت، قولي اتلهفت في عقليها. بس البير بياخد ما بيديش، عارفة يعني ايه بياخد ما بيديش؟ ادعي وجيب العمدة يدعي معاكي. ولا ياك العمدة مش عايز الخالف وفهم الملعوب وساكت. ملعوب؟ بوادي بتدور على ابنها اللي راح، وام الغايب بتدور على الغايب اللي عايزه يجي، وبين العمده محتاس بينهم هما الاثنين، ياخد ولا يدي. لما تروحي الدوار للعمده قولي له بوادي عايزه تشوف ازاي البير بيخطف. وجيب العمده يدعي معاكي. ولا ياك العمده مش عايز الخالف وفهم الملعوب وساكت. ملعوب؟ كلامك يا حيه يا بوادي. ادعيت يا ام الغايب العمده. ايه؟
مالك؟ ده انت خارجه من الطوار زين وعلي العاب، ايه اللي نابك؟ اتكلمت مع مبروكه؟ عارف شفت مين حدا البير يا عمدي؟ حدا البير؟ مين ام الغايه؟ ام اللي راح بوادي. بتقول ايه؟ مستنية اللي راح هناك. مستنية؟ ده اللي شفته بعيني يا عمدي، وده اللي سمعته بوداني. بوادي واقفة حدا البير في نصاص الليالي، وطلع منها الكلام من غير حساب. وكان اللي وداه حد يقدر يمنعها تروح حدا البير يا عمدي؟ قلبها وكله. مش هو ده البير اللي خطف ابني؟ يعني مروحل البير ده يعني هيعود عليها بقال. عايزه تعرف البير خطف ابنها ازاي؟ رايحي بدها اللي راح واني. خلاص خلاص اسكتي بقى. قوي يا ست علي على امي. اطمني يا بنتي. اطمن من ايه؟ من الليل ولا من البير ولا من اصحابه ولا حواليه؟ انك مش حطيق تسيب بوادي يا امه البير. انت وكلني عليكي. قلبك فيه الخير يا عمده. ايه مش خايفه؟ ما عادش في حاجه يتخاف منها ولا حاجه يتخاف عليها. بس برضك القعده قريبين. عمر اللي راح ما بيرجع، ده مقدر ومكتوب ومفيش منه مهروب. ارجعي ارجعي دارك ارجعي. الدار من غير زين ما عادتش دار. بس العمدة برضك خايف عليكي، ارجعي دارك ارجعي. ما تخافش يا عمدة، طول ايدك ما هي بعيدة، ما تخافش. يلا يلا روح دوارك وشوف مصالحك، وسيب بوادي تشوف البير ازاي بيخطف. عايزة اتأكد زي الناس كلتها ما هي متأكدة ان البير خطف ولدي. اخطفني يا بير اخطفني، قول له يا عمدة قول له يخطفني اخطفني. ما تخطف يا بير، اخطف وفرج الناس كلتي، اخطف يا بير. استر يا رب استر يا رب، يكون في عونها ربنا يا خلق. طالمها زي كلام زي ابنها الله يرحمه. انا مش مسؤول بقى اللي هجرالي، انا بحصلك اهو قصاد الخلق كلتي. مرتك كانت هنا وعايزه ولد غايب عنها وعنك. هو البير بياخد ولا بيدي؟ ما تقول لهم يا عمدي البير بياخد ولا بيدي. ولا غفير ايوه على هنا الزرع. وعينك على ست بواتي قال لك ولا حاجه. انا نبهتها وحصرتها وصد خلوا كليتها الاخوات وهو انا كلها هيشوف في مصلحته. يلا اتحرك اهدر. خير يا عمده؟ يجي منين الخير بس يا عبد؟ وادي لبت حدا البير قال ايه؟ عايز اشوف بيخطف ازاي؟ ايه؟ طب ما تصرفتش معاها ليه يا عمده؟ اتصرف اعمل ايه يا عبد؟ يا هو اصابط في لسانها ولا خرشها ولا اعمل ايه؟ دايرة تخطرت بكلام صب الخلق كلتها. طب وهتسيبها كده؟ يعني اعمل ايه؟ يا هو
كل اللي قدرت اعمله كراشت حبه الاهالي اللي جم يمه البلد. هي دلوقتي هتزهق، قلبيها هتكلم الوقفه برضك الليل والعاد ما هيرهبوها فتروح. بالك ان قلبي ما جابنيش افوتها وماشي. يا ترى عايزه ايه؟ وناويه تقول ايه؟ هي عايزه تفهم الخلق ان البير ما بيخطفش. تقول لك قابلت ام الغايب، يا ترى قالت لها ايه وانا مش موجود؟ لا لا، شكلها وكلامها معايا ما يطمنش يا عاد، ما يطمنش. ايه ده؟ خير يا عمده؟ شوف كده، مين اللي رايح يعمل بوابي ده؟ ست بوادي وفروا لك يا نظر الزراعه، وروح شوف اكل عيشك وسيبني في حالي. لاجل خاطري يعني. يلا بينا. خايف على بوادي؟ كان نفسي تخاف على حق زين. لو كنت تعرف ان اكل عيشك هيسكتك كنت مليت ايدي فلوس واديتها لك، ولا اديتك ارضي وقلت لك ازرعها وكل من خيرها. ست بوادي ده مين؟ خايف على ام زين؟ عايز تراضي العمده وترضي ام زين؟ ما ينفعش يا باكر. وقلتها لك حاجه من اتنين، يا تقول الحقيقه يا تسيب زين ووجعته. اني اظلم وعارف حاجه؟ انت خايف وما يملك الحساب الا ربك، وقبل ما بيشق الفم بيخلق له الرزق. ست بوادي انا مش ناقص، ارحميني. ارحمون انتم، ارحموني وقولوا الحقيقه، قولوا اللي مستخبي جوه الصدر. عاوزاني اقول ايه بس يا ست بوادي؟ عايزك تقول الحقيقه يا بكر. انا الحقيقه بكر تعبان اكتر منك على صحتك، والحزن مالي القلب عليه. ليله فرح زين كان فيه شيء بيتم وبدك تمنعه، جريت ورا صاحبك ليه؟ عايز تمنع عنه ايه؟ يوم فرحه؟ يوم فرحه ازاي؟ الغدر كان لابد له فني مطرح يا بكر، وعشان كده جريت وراه. هيجي يوم ويبان المدار يا ست بوادي. أنا مستنية اليوم ده يا بكر، بس كنت فاكرة إن بكر مش هتهون عليه بوادي إنها تستنى ولا يسيب حق زين للأيام. خلي الكلام محبوس في صدرك يا بكر، وخلي حق زين جوه قلبك ينهشك، وبوادي في دارها وبابها مفتوح. ويوم ما تنوي تقول لبوادي عن اللي غدر بابنه هتلاقيني مستنياك. بينا بينا عبد بيه. السمسة ايه؟ ما هو الواد بكر ده شاف ومش متأكد، يا متأكد وخايف ينطق. طب والعبد؟ والله ما انا عارف يا عبد، ما هو طول ما الواد ده قدام عينيه بوادي عمرها ما هتسكت ولا تغفل ابوها. وهنسيبها كده يا عمدة؟ طب اعمل ايه؟ انا الود ودي اعرف السكة اللي قفل بيها بقها بق الواد ده. وبعدين ايه حكايه نروح على لغايه البير دي؟ لا لا لا، دي معناها كبير، كبير قوي. ايه؟ عايزك تفهم البلد ان البير مالوش رد في كل اللي حصل ده؟ لا، محدش هيصدقني. وانا مش ضمني. لا، الكلام اللي بتقوله امر من الساحر. برضك اللي الامر ما يسلمش تلقى الواد بكر طرطش له بكلمتين كده ولا كده يقلب علينا العالم. زكاتهم الغايب اللي اسمها مرات العمده عوجر رقبتها وقلبها لي وشها، امال باقي الناس تعمل فينا ايه؟ لازم الواحد يصحصح ويفتح عينيه اليومين دول، الا كل حاجه تروح كلك يطير. اخش انا اشوفهم الغايب قلبه الوش اللي فيها دي لازمتها ايه؟ تلقى الله بوادي برضه قلبت لها دماغها بكلمتين من اللي دارت تقولهم في البلد. من فيهم اللي قالت لي. من فيهم؟ من فيهم ده ايه؟ مبروك يا ام الغايب، مبروك.
بوادي رجعت يا عمدي. بوادي؟ انت اللي شغل دماغك بقيت بوادي، تيجي ولا ما تيجي ولا ان شاء الله حتى تروح في 60 داري. جرحها زي جرح ام الغاي. ايوه. ابنها يا ولدها ضيع منها. ام الغاي؟ انا مش شافوت بوادي هناك قبل تيجي هنا. ابنها راح، ابنها موجود من نص صالح. دي واحدة بتهبل بكلام ملوش معنى، الخطوة واخدها في رصاص الآلة يا أمة البير، مالنا احنا بقى؟ سيبني في حالي بقى يا عمدي. أيوه أيوه، لا دي قلبت كيانك. قالت لي كده كمان، اتكلمي. ولا حاجة. يبقى خلاص، تعالي كده وتفردي وشك. ولا تاخديش على كلام واحدة مخها فالت. وادي من يوميها دايرة تلقح عليها بكلام قدام الخلق كلتها، بس أنا مكبر دماغي. أنت فاكرة؟ كنت ناوي أعمل فرح شكله إيه؟ داير اعصب في الخلق ازاي؟ امال الكلام هذه معناته ايه بقى يا عمدي؟ بتهبل. تقول لك مبروكه جرجر ازاي؟ ايوه، والعمده غضربه، واهل الدار هنا كلتهم ايديهم متعصب دم زين، وانت اولهم. علي؟ ايوه انت يا ام الغايب، الكلام ده قالته قدام الخلق كلتها. هو اللي دخل اهل اخويا؟ يوه، ده انا بتهبل بقى. واحدة من حزنها على ابنها مخاف، نعمل ايه؟ وليه من صعب؟ هو لو كلامها ده صح واهل الدوار هنا كركروا ابنها زي ما بتقول، ما كان زمان كلتنا في البندر وانت قولنا يا ام الغايب. البندر؟ امال ايه؟ انت فاهمة ايه؟ واحدة انهبلت من حزنها على ابنها ودايرة بقى تلزق التهمة في اي واحد، وانت تتوهمي كده؟ لا لا لا، انا كنت فاهم ان مخك اكبر من كده. لا لا، خص عليك يا بوادي، يخص عليكي. ده الدوار كلتها كان فرحان لزين واولها مالي. الام ده حذرها قدامي، قال لها لو حصل لك حاجه انا مش مسؤول. يا خلق يا عالم، حد يروح يمة البير السعادي؟ يا يعني عاوز يحصل لها زي ما حصل لابنها؟ وايه اللي حصل لابنها يا خالق؟ ها الفلاف، خليك في حالك. يعني ما تعرفش ايه اللي حصل لزين يا الفلاف؟ كان يجب تمنعها وتقولها خافي على نفسك. وهي راح وحتروح، وانا لو قادر هروح. قومي يا الفلاف روح وريحنا من كلامك، انا مش ناقص مشاكل. سيبه يا غندور سيبه، ده راجل مجنون. يبقى هيفضل البير زي ما هو، ياخد وياخد، وانتوا هتخافوا اكتر واكتر يا بلد. انا بقى قايم ماشي، باين عليك انت بوادي مش هتجيبوها البر. عبك كده يا الفلاف، بدك الناس تطفش وتسيب القهوة؟ يلا بينا يا عتريس، قلوبنا نقول لزين بلاش تتريق على البير لحد ما خطفوا والفلاف قاعد بيعيد في الموال. الحرمة مخافت والرجالة خافوا. طب كلمة واحدة بقى وهروح أقول للعمدي، وأنت عارفه العمدة هي فيها عمدة سما عليكم. يعني عبك وقف الحال دي؟ يلا قوم عشان نبدأ في القهوة. قبل ما تقفل القهوة اقفل بقك يا خباص العمد. طب قوم لحسن عزما عزما اخليها تقفل بيه. قوم ارتاح. ارتحت لما بوادي رجعت داره؟ لسه راحت باكر يا اميني، لسه وقتها ما جاش. وقتها ده امتى يا باكر؟ يوم البلد كلها تعرف وتشوف وتحس باللي انا شفته وحسيت بيه واولهم بوادي. وما اتكلمتش ليه يا ساب؟ يا باكر كلامك لا هيرجع اللي راح ولا هيثبت تهمي. المهم ان انا ارتاح، انا حاسس ان انا السبب في اللي حصل لبوادي في التوهة اللي هي فيها، وحقها اللي ضاع وما هياش عارفة تجيبه منين. وكلامك هو اللي هيرجع حقها؟ على الأقل هيدلها ويثبت كل اللي هي بتفكر فيه من ناحية العمدة. يا بكر انت فاكر يوم ما تتكلم بوادي العمدة هيسيبك في حالك؟ افتكر الفلاف وتوهت ولاده، ولا عايز أمينة وولادها يتوهوا توهت ولاد الفلاف ومراته؟ يا باكر العمدة مش سهل وانت عارف كده كويس.
لا تقول ولا تعيد يا ابن الناس، واعمل زي بقية الخال، اتفرج وانت ساكت وابعد عن الشر وغنيله. متصربع يا نعمة، متصربع ومش طايق يشوفني جنب البير ولا يسمع صوتي. أنا لازم أقول للناس كلتها إن البير لا بياخد ولا بيدي. يبقى يمنعك يابا. يمنعني؟ أيوة. ولا أنت ناسية إن البير ده جوه أرضه؟ إيه؟ أيوة يابا. وإذا منعك مفيش حد من أهل البلد هيلومه. ما كل الناس كلها بتروح في البير وأولهم مراته لسه شايفاها الليلة. هيسيب أهل البلد كلهم وهيقول لك أنت بالذات يا أم نعمة لا. أما أنا بحبك وبخاف عليك ومليش في الدنيا غيرك. علشان كده بعدت بكر ورايا، فاكره ان خوفك عليا هيمنعني من ان اخد حق ولدي. حق اخويا لو في اخر الدنيا هجري وراه واجيبه، لكن بالعقل يا موزي. انا عارفه ياما ان قلبك وجعك وحاسه بالنار اللي قايده جواكي. زين ما كانش ابنك وبس، ده كان اخويا. كنت مستنيه يصدرني ويقف جنبي في زنقتي، لكن مش طلعتنا في نصاص الليالي ووقفتنا جنب البير هتثبت التهمه ولا هترجع حق. بس انا لازم افهم الناس كلتها ان البير ملعوب. العمده هيقف قصادك ياما، واي كلام انت هتقوليه هو هيهدهولك. ياما الحكايه مش محتاجه الا شويه صبر. والعمده ده ما يجيش غير بالصبر ياما. الفطار يا فندم. هو كل يوم فطار وغدا وعشاء؟ الله، وانا جاي البلد دي علشان اكل وخلاص؟ دي اوامر حضره العمده. هو حضره العمده بتاعكم ده فاكر ان انا جاي البلد علشان انام واكل وبس؟ معرفش يا فندم. ما تعرفش ازاي يا اخي؟ انا كل اللي عليا روح يا غفير اروح، تعالى يا غفير اجي، شيل يا غفير اشيل. طيب شيل يا غفير. اشيل ايه؟ شيل الاكل ده. ليه يا فندم؟ عشان تسبقني بيه على دوار العمده. اياك مش عايز تاكل. انا جاي البلد هنا عشان اعلم ولاد البلد مش عشان اكل. يلا بينا. على فين؟ على العمده. العمده تعمل ايه حاجه العمده؟ مش هو اللي مسؤول عن البلد وهو اللي المفروض يوفر لي مكان عشان اعلم الناس فيه وينبههم عشان يتعلموا؟ يلا اتفضل شيل قدام. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. مش قلت لك انت جاي قلبك حامي قوي على الشغل؟ امال انا جاي ليه بس يا عمده؟ ايه اللي فات؟ بس انا غرض اقول لك ان البلاد اللي زي بلدنا الناس فيها كل همهم لقمه العيش وبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاعلام مش في دماغهم قوي كده زي ما انت فاهم. البركه فيك انت بقى يا عمده، تقنعهم معايا وتشجعهم انهم يتعلموا. هم ليه؟ دي واجب علي اني اول واحد اقول لهم روحوا اتعلموا. امال ايه؟ بس انا اللي مش فاهمه لا فيه مدرسه ولا فيه مطرح العلامه، اتعلموا فين؟ تعليمات الاداره في مصر يا عمده ان المسؤول عن البلد هو اللي هيوفر مكان للناس تتعلم فيه. ايوه بس الاداره هناك ما تعرفش بظروف اللي هنا، اديك شايف ان يا دوب عرفت ادبر لك المكان اللي تنام وترتاح فيه. طب ايه رايك بقى يا عمده؟ لو المكان اللي انا بنام وارتاح فيه يبقى هو نفسه المكان اللي الناس تتعلم فيه. شو قلت لك؟ قلبك واكلك اوعى الشغل. ماشي، انا اخلي الغفر ينقلوا لك كم كنبايه وكم دكه لاجل ما الخلق يقعدوا عليهم. متشكرين جدا يا عمده. بس لا مؤاخذه يعني ليا كلمتين معاك، انت برضه مهما كان راجل غريب عن البلد، لا تعرف اهلها ولا تعرف حاجه عن طبيعهم، وانا برضه في مقام اخوك الكبير ولا ايه؟ ايوه طبعا بالتاكيد يا عم. نصيحه مني، مالكش صالح باي مخلوق في البلد، خليك في العلام اللي انت جاي تعلمه للخلق وبس. ماشي. السلام عليكم. الف سلامه.
فين انت وهو؟ مودين الدكر دي فين؟ عند الافندي اللي جاي على بقى البلد وناسها. فين الافندي دي؟ قاعد فين؟ اوعى كده ورانا مصالح. رد عليا يا غفير، كلمني زي ما بكلمك. قاعد فين الافندي دي؟ ما كنتش لو تتعلم. ده لازم يتعلم الادب. سيبك منه، ده راجل مهبول وفاضي. انا اللي مهبول يا ديول العمده؟ طيب يا ديول العمده، طيب هيرحمنا ربنا لما تقولوا الحق واللي مستخبي جوه السدر. اه يا بكر، قعدتك طالت يا راجل، ما تقوم، الارض شغلها ياما. ولا يا كنت سهران حدا بادي، مش عارف مين قال انها كانت حدا البير. البلد كلها كانت عارفه يا عبد، وما جريش وراها ولا خاف عليها غيرك. دي مهما كان ست من اهل البلد، وواجب عليه يقف جنبها. ايوه نقف جنبها، انما نجري وراها في نصاص الليالي، ده كلام مش مظبوط. ثم ايه اللي بينك وبين بوادي؟ خليك في حالك يا عبد، احنا حالنا البلد باللي فيه، ودي كمان اللي عماله تقول البير بيخطف وما يخطفش. انما قول لي يا بكر، هي تقصد ايه بالكلام دي؟ ما تروح تسالها يا عبد. انا بسالك انت صاحب ابنها ونظر الزراعه حدا العمده. له عشان اني نظر الزراعه بتاع العمده، او ما تحددش مع اهل البلد ولا ايه؟ لا تحدد براحتك، بس برضه تخاف على العمده. وان جريت ورا بوادي قول لها عيب. ما تقوليش كده على العمده، ما تخونيهوش، ما ترميش حقك في رقبه ناس كانت عايزه تفرح بزينه ومبروكه كده ولا ايه يا باك؟ يلا يلا اخويا، يلا الارض شغلها كتير، يلا. لا تمام كده. ايه مبسوط يا فندي؟ ادي الدكك والكنب اترصوا، انا عايز المطرح بقى يتمال عيال واهالي. هلا غفير. ايوه يا عمده. واحد منكم يتنوا هنا يشوف طلبات لفندي. حاضر يا عمده. انا كل اللي عاوزه يا حضره العمده ان حد ينبه على اهالي البلد كلهم ان انا جاي هنا مخصوص علشان اعلمهم وببلاش اصغر واحد واكبر واحد. ايه ده؟ ايه الهنا ده؟ واحنا ديك الساعه اما بحد انا مدرس والاهالي يلتقوا عليهم يتعلموه. انا غفير. عمر يا عمده. تدور على الاهالي دار دار ومطرح مطرح، ما تفوتش مخلوق الا وتديله خبر. قول له خلاص الافندي جانا والمطرح موجود والعمده عايز الصغار قبل الكبير يتعلم. روح. حاضر يا عمده. اقول لك خليك انت، انا اللي هفوت على الاهالي. حاضر يا حضره عمده. انت بنفسك يا حضره العمده؟ اعمل ايه؟ لقيتك شدت حيلك وقلبك حامي، قلت ريحك. متشكرين جدا جدا يا عمده. أنا تحت امرك في كل طلباتك بالاذن بقى. الحق اضوع الاهالي. السلام عليكم. مع السلامه، شرفت ونست. الله يخليك. متشكرين جدا يا عمده. السلام عليكم. مع السلامه. ناصر فندي خوجه علام شوفوا عليها الشيخ رضوان، لسه البلد تتعلم والله. هي دي اللحظة اللي عشت طول عمرك تحلم بيها يا حمدي. توقف وتعلم الناس. ايوه انا الفلاف. نعم انا الفلاف، سموني الفلاف من كتر ما لفلفت على رجلي ادور على عيالي. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انت اللي جاي تعلم العيال؟ اي انا بس قلت يعني عدم المؤاخذه يعني اجي اسلم عليك وارحب بيك. اهلا وسهلا، متشكر جدا. عايز اتعلم. اوي اوي، انا تحت امرك. على كل حال انا حددت مواعيد لكل كبار السن في البلد كلها علشان يجوا يتعلموا. عايز اتعلم ارسم وشوش العيال، انا حافظ اساميهم لكن نسيت شكله. انا مش فاهم وشوش ايه وشكل ايه حضرتك؟ ما عندكش حجه يا فندم، الفطار العمده رجعني بيه. بتعمل ايه يا راجل يا مجنون؟ حيدر الافندي
انا اللي مجنون يا ديل العمده. اطلع يا راجل يا مجنون من هنا. يلا سيبك من الافندي. سيبك منه يا افندي، ده راجل فاضي ودماغه يكفينا الشر. انا اللي دماغي يكفينا الشر. يلا هو صحيح غفير سوى صحيح. يلا هو يا افندي خلينا على عرضك. اطلع قدام. اطلع يا مجنون. مجنون تنساش قعدت على الجمعية. شوف التاوي اتأخرت ليه. حاضر يا عمدي. وانت جاي تجيب لي معاك واد ميكانيكي يشوف مكنة الري على الأرض القبلية محتاجة مية. حاضر. ما ردتش عليا يا عمدي. بشوف مصالحي ومصالح الدوار واللي فيه. ما يقال لأم الغايب تكلمك. وتكلمني ليه أم الغايب؟ ملهاش صالح باللي بيني وبينك. رد عليها انت عبد. ورد عليا ليه؟ ما انت الكبير والارض والبير تحت يدك. وعايز الرد يبقى ايه يا اخت العمده؟ تقول لها اتفضلي الارض والبير اهم. امال عبد روح شوف صالحك انت وما تعوقش عليا. بس بقى قبل ما تاخد الارض وتحط يدك على البير لازم تقول لي الاول مين هيزرعهم لك وهيشوف لك مصالح. عبد عبد روح انت. امال مبروكة بتدلع على اخوها وانا مستحمل دلعها. انا ما بدلعش. يبقى ما حدش له حق عند العمدة. ايوه الارض دي ارض ابويا يعني والعبد. ارض العمدة اللي ضيع عمره وحياته شقى وتعب وعرق وده احنا اهو لسه شقيانين وتعبانين فيها. لكن ما نقف قدام الخلق رجالة سند ظهرنا ومقوية ايدنا ومخليه لنا هيبة وسط الخلق. ده حق كده ابويا وقع قبل ما يموت. عارف فاهم. انما ليه؟ لازم نحافظ عليه ونكبره مش نضيعه. ما تخافش قوي يا عمده. مبروكه تعرف تحافظ على حقها وتصونه. لا 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 ما تقوليش. يكشف فالحه كده وانا ما عنديش خبر. مبروكه قصر الكلام. أنا مش هقف واستنى لحد ما أهل البلد والخلق تضحك علي والمبروكة خدت حقها من تحت يد العمدة. مش هقف أتفرج عليكي وأنت بتضيع أرض جدنا شقانا وتعبنا. ده حقي. حقك آه وهو تحت يد العمدة. لكن تحت يد أي مخلوق تاني لا. حتى لو كانت أخت العمدة. أنت خدلنا حقي عني ولا إيه؟ وعلى الدنيا كلها. مبروكة انت مسيرك للجواز وما يخلصكش ان اللي هيتجوزك يجي لها في ارض العمده. دول 40 فدان وجارهم بير كمان. يعني حطيت لي العقده وزاد المنشار. ايوه هي كده. العقده قبل المنشار. يا الجواز يا الارض والبير. انت هتقسم حقي يا عمده. انا بحميكي بحمي نفسي بحمي الدوار. لكن ما يتنوا كده دوار. لكن ما نفضل شداد. يدينا جامده لنا هيبه صوتنا مسموع. الخلق تعمل لنا الف حساب. قلت يا قلت اني فهمت اللي ما فهمتوش قبل كده وعرفت ليه زين دفع عمره. افهميها زي ما تفهميها لكن مش مسموح لمخلوق ان كان يحط رجله جوه الارض ولا ايده على البير حتى لو كان وازك نفسه. بالك لو ايدي دي هي اللي هتضيع الارض والبير هقطعها. اقولك بقى غدار. غدرت بزين. لو عندك دليل البلد قدامك اهي. اطلعي كلميهم ولا روحي اقفي في صف بوادي. لا العمدة ايده نظيفة حدش يقدر يجيب سيرته. هديك سمعت الكلام. دوري صح في دماغك وشوفي صالحك فين. يا الجواز يا الارض والبير. لكن تجيبي لي راجل غريب رجله تدب جوه الارض ولا حط ايده على البير لا.